الجامعة الألمانية بالقاهرة GUC، مركز الإنتاج الإعلامي MPC، وفريق المسرح والسينما TCS يقدمان المسلسل الإذاعي بوابة 5 Gate 5. طروق، إيه رأيك في المفاجأة دي؟ إزايك يا طارق، عامل إيه؟ إيه ده؟ في إيه؟ أنتوا إيه اللي جابكوا؟ ده بدل ما تقول لنا تفضلوا تشربوا إيه وحشتوني بتاع أي حاجة كده. وحشتنا يا أخي، جايين نشوفك، بقالنا كتير مش بنشوفك. وحشتوكوا. هي لحقت اشتكت؟ طب وفروا على نفسكوا بقى المجهود، وهقول لكم تاني زي ما قلت لها قبل كده، انا عاجبني كده ومريحني كده ومش هتغير، مش هتغير. طارق فوق، اللي انت فيه ده مشكله، دول مش صحاب، دول كارثه، بنشوفها ونبعد عنها، مش نقرب ونجرب. فوق وبص للناس. صح، مين اللي بيتكلم؟ ملك؟ ملك اللي عايشه في عالم باربي اللي الدنيا وردي بالنسبه لها؟ فوق انتي، انت فضلتي ورا هايدي للناس كلها عارفه السواد اللي جواها لحد ما قهرتك نفسيا، ولا نسيتي؟ خلاص يا طارق. لا، ما هي لو نسيتي تفكرها، انت ناسيه لما جيتي تعيطي لنا وقعدتي شهر بتوفر كام اللي عملته فيكي؟ اكيد انت ما اتعلمتيش بعد كل ده. شكرا يا طارق، عمري ما تخيلت انك ممكن تعيرني بالموضوع ده في يوم من الايام. ايه يا طارق ده؟ الموضوع ده اتقفل من زمان، وبعدين كلنا عارفين ان ملك انسانه جميله وطيبه، ومشاعرها الجميله دي احسن حاجه فيها. ده يعني لو كان لسه عندك قلب وبتحس. سبناهولك يا جولييت، سبنالك الحب والعاطفه لحد ما بقيتي تمشي تحبي على نفسك. قولك على حاجه بقى، ولا واحد من اللي حبيتيهم دول حبك، ولا حتى فكر فيكي ثانيه واحده. في ايه يا طارق بتكلمنا كده ليه؟ انت شكلك اتجننت من اللي بتعمله في نفسك. سامع انت بتقول ايه؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ بص كده للمرايه اللي وراك، بص على نفسك كده، انت هتموت وتبقى زيي. لا طبعا مش عايز ابقى زيك. ليه؟ مش شايف الغيره اللي في عينيك دي ولا ايه؟ خالد خلاص، احنا مش جايين نتخانق، احنا كنا جايين نسانده ونخرجه من اللي هو فيه ده، بس واضح كده اننا بنكلم نفسنا. نسانده؟ ما تسندي نفسك انتي الاول، بدل ما انتي تجاهل اهلك ليكي خلاكي تتجنني من كتر الضغط. مالك، ما تبصليش كده، انتي فاكره انك عارفه تخبي حاجه زي دي؟ انتي بيبان عليكي كل لما ملك تتكلم على اللي اهلها بيعملوه عشانها. بس ما تكملش خالص ولا تقول كلمه زياده، عمال تهين فينا واحد ورا التاني، ولا فارق معاك عشرة ولا سنين. احنا مش بنقول اننا كاملين، بس احنا على الاقل ما بنضيعش نفسنا وعارفين حدودنا كويس قوي اللي كلنا تربينا عليها. مامتك الست الجميلة دي ما تستاهلش منك المعاملة دي، ولا احنا نستاهل منك كده. احنا كل واحد فينا في اللي مكفيه زيادة، بس لما عرفنا انك محتاجنا نسينا كل ده وجينا جري عليك. عارف ليه؟ انت احنا ماشيين لان خلاص وجودنا بقى زي غيابنا بالنسبه لك. يلا يا جماعه، احنا هنمشي دلوقتي، بس وقت ما تحتاجنا هتلاقينا، لان احنا اصحابك اللي بجد، مش زي الفلسو اللي انت معاهم دول. على فكره يا طارق، احنا طالعين الساحل يومين نغير جو مع بعض زي ايام زمان. فاكرها الايام دي؟ احنا بعتين كل حاجه على الجروب ده، يعني لو انت لسه بتبص عليه سلام. أرويتي الجميلة، أنت لسه صحية؟ يا ماما، حضرتك عايزة مني حاجة؟ لا يا حبيبتي بطمن بس، عملت إيه في الامتحان النهاردة؟ الحمد لله، كان قشطة سهل يعني. طب الحمد لله، مش هتتعشي؟ بابا بيقولك كده. لا أنا مش جعانة شكرا. ماما كنت عايزة أطلع الساحل مع صحابي نوها وملك وكده، وهو كمان نشوف بعض، عشان يعني من ساعة ما بدأت الجامعة بشوفهم كل فين وفين، وحشوني بصراحة. أنا سامع حد عايز يغير جو. مين؟ دي اروى، عايزه تطلع رحله لطيفه كده للساحل مع اصحابها. مين؟ وزاره التخطيط وحل مشاكل بتاعتنا؟ يا بابا بقى. طب طالع الرحله مع مين يا حبيبتي؟ انا واصحاب المدرسه. امتى ده؟ المفروض اخر الاسبوع، على الخميس او الجمعه. لسه ما حددناش. طيب لما تعرفي كل التفاصيل ابقي قولي لي. يعني حضرتك موافق؟ اصلا انا سامع ان الساحل فيه مشاكل كتيره ومش لاقيين حد يحلها، فقلت نبعت لهم الوزيره بتاعتنا تشوف ايه الدنيا كده. شكرا قوي بجد يا بابا. أخيراً خلصنا، أنا كنت حاسة أني هموت وأنا بمتحن. بس ست تلاتي دحيحة بجد، أنا مش عارف أنت حفظتي كل الإكويشنز دي إزاي. لا ده سر المهنة، بس ممكن أقولك أنت برضو ساعدتني كتير. ماشي تشكري يا زوق. أنا كنت عاوز أسألك على حاجة. لو عن أي حاجة في المنهج فنسيت كل حاجة خلاص.
فاكر صحابي بتوع المدرسه اللي حكيت لك عليهم؟ اه فاكرهم طبعا. مالهم؟ احنا كلنا يعني كصحاب هنسافر مع بعض الساحل. حلو، غير جو شويه بعد الفاينلز. طب هو احنا صحاب برضو صح؟ مش عاوز تيجي معايا تقابل صحابي؟ كصحاب يعني كلنا. انت عايزاني اسافر معاكم؟ لو فاضي يعني. مش عارف، احتمال يكون ورايا مليون حفله. بوابه 5 انتاج مركز الانتاج الاعلامي جي يو سي ام بي سي وفرقه المسرح والسينما تي سي اس، ولقاء يومي في المسلسل الاذاعي جيت 5.